مشاهدي الاعزاء، ميكروفون قناة عدن الفضائية يجري لغاية الميدانية مع مختلف القيادات الوطنية والشخصيات الاجتماعية بمناسبة الذكرى السادسة لانتخاب فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيسا للجمهورية في 21 فبراير. في هذا الأثناء التقي بالأخ اللواء محمد سالم بن عبود الشريف وكيل أول وزارة الداخلية. الأخ الوكيل، ونحن نحتفل بهذه المناسبة، يعني ماذا تمثل مناسبة 21 فبراير انتخاب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، ذكرى 21 فبراير، الذكرى السادسة لانتخاب فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذكرى عزيزة على قلب كل يمني، لأنها هي الذكرى التي حقق الشعب اليمني من خلالها حريته وكرامته وإنسانيته، ودحر فيها من يريد أن يقضي على هذه المبادئ، على الحرية والكرامة والإنسانية. حقيقة 21 فبراير هي، أنا أعتبرها هي يوم ولادة الحرية والديمقراطية والإنسانية. وعبد ربه منصور هادي جاءت به صناديق الاقتراع، وجاء به انتخاب حر وشامل لكل الطوائف والأحزاب والفئات والمنظمات. ونحن في هذا اليوم صنعنا كيف يتم اختيار رئيس الجمهورية وفقا لإرادة الشعب اليمني ووفقا لإرادة كل أبناء الشعب اليمني من خلال صناديق الاقتراع التي جاء من خلالها الرئيس عبد ربه منصور هادي. هو جاء في وقت حرج وفي فترة عصيبة كادت أثناءها اليمن أن تتجرذم وتتمزق وتتنعثر، ولكن صندوق الاقتراع الذي جاء بالمناضل المخلص الغيور المشير الركن عبد ربه منصور هادي هو الذي جاء بالحرية والإنسانية والديمقراطية، وهو صمام الأمان الذي حافظ لليمن وحدته وإنسانيته. طبعا جهودكم جبارة في مجال الأمن وترسيخ الأمن والاستقرار، وأيضا جهودكم في إطار زيارة الميدانية لوحدات الأمن هنا في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبا، أيضا دعوتكم في هذا الجانب للصفاء الوطني من قبل الجيش الوطني للمقاومة الشعبية وكل أبناء الوطن في مساندة الشريعة الدستورية لتحرير الوطن ما هو فيه من اعتداءات من قبل ميليشيات الحوثية الإيرانية. نحن ندعو إخواننا في الوحدات العسكرية والأمنية وأيضا في المقاومة الوطنية إلى الاصطفاف والالتحام كصف واحد حول الزعيم الرمز المخلص المشير عبد ربه منصور هادي، لأن هذا الرئيس ليس جاء عن طريق الدكتاتورية والعنجهية والعنفوان، وإنما جاءت به صناديق الاقتراع. فيجب على الكل، لأنه هو الذي يمثل الشرعية التي جاءت من صناديق الاقتراع، يجب على الكل، جيش وطني، أمن، مشايخ، أعيان، واجهات، منظمات مجتمع مدني، مثقفين، سياسيين، ومقاومة وطنية أن يقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور لدحر الأعداء والقضاء على ميليشيات الانقلاب التي جاءت لانتزاع هذه الإرادة ولانتزاع هذه الحرية والكرامة التي جاء بها الشعب اليمني ممثلة في رئيس الجمهورية. نحن نريد أن نقف وقفة واحدة للحفاظ على ما جئنا من أجله، حتى ندحر العدو ونخذل الانقلاب وتعود مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه، لبناء دولة المؤسسات التي ننشدها جميعا، الدولة التي يسود النظام والقانون ويكون النظام والقانون هو السيد وهو المطبق على الصغير والكبير، الرئيس والوزير والمحافظ والشيخ والمواطن والضابط والصف والفرد. نحن نريد هذه الدولة
أو هذه الحكومة حكومة المؤسسات التي تحكم النظام والقانون على رقاب الجميع. تأتي ذكرى 21 من فبراير ذكرى انتخاب الأخ المشير الرئيس عبد الرب منصور هادي لتؤكد لنا أن انتخابه كان لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، لترسيخ مبدأ العدالة والمساواة. رغم ما شاب بعد انتخابه وما حدث من أحداث مؤلمة، لكن المسار الأفضل هو أن نعود إلى الاصطفاف الوطني لنؤكد على شرعية فخامة الأخ الرئيس الذي يمثل المخرج الآمن ليمن مستقر ومستقر. نهني رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بالذكرى السادسة لترشيح رئاسة الجمهورية 21 فبراير، ونهني نائب رئيس الجمهورية فريق علي محسن الأحمر، كمان هني الشعب اليمني كافة، وندعي إلى الاصطفاف الوطني في ضد الانقلاب. كما حدث تغيير نوعي في مجال السياسي الحياة السياسية وضد التوريث، وندعو الجميع إلى الاصطفاف الوطني ضد الانقلاب. أعزائي المشاهدين، بمناسبة ذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، يجري ميكروفون قناة عدن الفضائية لقاءات ميدانية مع مختلف الشخصيات الاجتماعية وشرائح المجتمع هنا بمحافظة مأرب للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية القالية. يسعدنا في هذا الأثناء أن نلتقي بأحد الأخوة المواطنين. من معنا؟ العميد جميل أحمد الخذري من محافظة عمراء. أخ جميل، ماذا تقول في هذا اليوم وهذا المناسبة ونحن نحتفل بالذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني الشعب اليمني والجيش الوطني بالانتصارات العظيمة التي تحقق في جميع الجبهات، وأوصي زملائي وأخواني مزيدا من الصبر والثبات والتقدم، فالنصر قادم بإذن الله عز وجل. وثانيا هذه المناسبة الغالية بأن الشعب اليمني بأكمله أجمع على انتخاب فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي حفظه الله في هذا اليوم التاريخي العظيم الذي أجمع شعبنا اليمني ما عدا هذه العصابة الانقلابية القذرة التي خرجت عن الشرعية، ولا الشعب اليمني كامل أجمع على فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي بأن يكون هو الرئيس الشرعي بإذن الله عز وجل. والشعب اليمني كله ملتف حول القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكذلك الأخ الفريق الركن علي محسن صالح. فنهني الشعب اليمني ونقول لجميع الأخوة الزملاء أن يلتفوا حول هذه الشرعية، والذي عادوا مغرر بهم أن لا يغتروا بهذا العصابة الإجرامية، فأن يسارعوا يعني بالانضمام والعودة إلى الشرعية ليكون اليمن موحد ويلتف حول قيادة السياسية الممثلة بفخامة الفريق المشير عبد الرب منصور هادي. أشكر أولا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي أسس المنشآت الحكومية ودعمها، وأشكر كل من هو عامل في قسم العمليات خاصة ثم الأقسام الأخرى، منها الجراحة ومنها الباطنية ومنها العمليات الأخرى، وأشكر كل من ساهم وكل من يعني أنتج في إنتاج الوطن وحافظ على منشآت الوطن في 21 فبراير، وأشكر مع ذلك الذين عملوا وأسسوا الأخوة والترابط والحنان في 11 فبراير، كمان الذين هم ضحوا بأنفسهم وبعائلاتهم. وأطلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي بالذات وحقه ونائبه ورئيس الحكومة أن يدعموا كل أسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من 11 فبراير حتى عامنا هذا، والذين أدوا دماءهم، ومنهم من فقد أطرافه ومنهم من يعني خرج عن عائلته وأسر. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يديم عليه وحدته، وأن يحفظه من كل شر.
أيضاً مشاهدي الأعزاء، يواصل ميكروفون قناة عدل الفضائية لغاية الميدانية مع مختلف شرائح المجتمع والقيادات العسكرية والأمنية هنا بمحافظة مأرب لاستطلاع الآراء حول الذكرى السادسة لانتخاب فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وهنا في الخدمات الطبية العسكرية في المستشفى العسكري بمحافظة مأرب نلتقي بالأخ أمين ثابت. أخ أمين، كيف ممكن تعبر عن رأيك في هذا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نهني الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القادر على القوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية. كما أيضا نهني الأخ مدير المستشفى العسكري بالإنجازات التي تمت في داخل المستشفى من افتتاح قسم للطوارئ وأقسام أخرى. وكما أيضا نهني شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة. يسعدني في هذا اليوم التاريخي الذي انتخب فيه الشعب اليمني فخامة المشير الرئيس الرمز عبد الرب منصور هادي، وهي مناسبة عظيمة على الشعب اليمني لبناء اليمن الحديث، وضمنها مخرجات الحوار الوطني. ونحن سعيدين نهني القيادة السياسية كافة في هذا الإنجاز ومزيد من التقدم إن شاء الله، والنصر قريب إن شاء الله. وندعو أبطال القوات المسلحة والجيش إلى مزيد من الثبات والصمود، وإن شاء الله قريب تحقق الانتصارات إن شاء الله. ونهنى أيضا إدارة المستشفى العسكري على رأسهم العميد أحمد دهمس وعلى الإنجازات التي حصلت في الفترة هذه البسيطة. وشكر خاص لمحافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان بن علي العرادة الذي يولي اهتمامه في المجال الطبي والصحي في محافظة مأرب. وكذلك نشكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والسلطة المحلية كافة. مناسبة الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير والذكرى السادسة لانتخاب فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي، نحث كافة أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الاصطفاف إلى جانب شرعية رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي. وبهذه الذكرى إن شاء الله تكون العام عام 2018 عام التقدم والازدهار، ونتمنى للشعب اليمني مزيدا من التقدم إن شاء الله. هني الشعب اليمني وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بمناسبة الذكرى السادسة لفبراير. وأحب أهني نائبي عبد ربه منصور هادي ومحافظ محافظة مأرب سلطان بن علي العرادة. أهني الشعب اليمني العظيم، وأهني الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبيه الفريق علي محسن، وأهني الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب مناسبة الذكرى السادسة ل 21 فبراير. وأهني الشعب اليمني العظيم وأدعوهم إلى الاصطفاف والتوحد. مشاهدينا الكرام، ضمن هذه الجولة الميدانية التي نقوم بها لأخذ آراء وانطباعات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، نلتقي هنا في هذه الأثناء محافظ محافظة عمران اللواء الركن عبد الرحمن الصعر محافظ محافظة عمران كي يطلعنا وإياكم مشاهدينا الكرام عن انطباعه. سيادة المحافظ، ماذا تعني لكم الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن الرئيس عبد المنصور هادي رئيس الجمهورية؟ الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية هذا ما يتطلع عليه أبناء الشعب اليمني لتضاول التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهذا ما يتطلبه اليمنيين قاطبة، ونبذ العنف نبذ أو السيطرة على الحكم عبر قوة السلاح، وكذلك تعويد الناس وتعويد المجتمع اليمني على الانتخابات النزيهة وصناديق الاقتراع وتداول السلطة عبر طرق سلمية. هذا ما يتطلع عليه أبناء اليمن، وهذه الذكرى
يحتفل بها اليمنيين قاطبة انتخابات رئيس الجمهورية وتسليمها السلطة بطرق سلمية. وأنا أتمنى أن يرجع اليمنيين إلى وعيهم، بالأخص الإنقلابيين يرجعوا إلى وعيهم ويحتكموا إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما يكفي الله به أبنائه. مشاهدينا الكرام، ضمن جولتنا الميدانية لأخذ آراء وانطباعات المواطنين وكذا القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، نلتقي هنا بجامعة إقليم سبأ الصحفي محمد القليصي. أستاذ محمد، ماذا تعني لك الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي؟ انتخاب رئيس الجمهورية يشكل إعادة اعتبار للوحدة اليمنية التي استفرد بها الطرف من طرفي الوحدة طوال الفترة الماضية. هو أيضا بواكير تحقيق أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية التي هدفت للتغيير السلمي، وهو أيضا يمثل خيار التوافق والإجماع الوطني الذي تمثل في انتخاب فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان يمثل مرحلة من رقي المجتمع اليمني لولا ما تبعها من التفاف على مخرجة الحوار الوطني، وما تبعه أيضا من أحداث وانقلاب عسكري يعرفه الجميع. كانت مرحلة انتخاب عبد الرب منصور هذه تعني أن اليمن استطاع أن يخرج من عنق الزجاجة، استطاع أن يتوافق على حل سلمي أو أن يظهر حضاريته لتكون النتيجة رئيس لفترة مؤقتة، ثم ينتخب اليمنيون رئيس بشكل مستمر أو بشكل طبيعي. لكن ما حدث بعد ذلك يعني كان الكارثة التي لم يكن اليمنيون يتوقعها أو يرجوها، وها هو رئيس الجمهورية ما زال في سدة الحكم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الوطن. ونأمل أن تنتهي هذه المرحلة لنصل إلى مرحلة الانتقال والتداول السلمي للسلطة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، ضمن جولتنا الميدانية لتغطية الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي، نلتقي هنا مشاهدينا الكرام رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء محسن خصوف. سيادة اللواء، ماذا تعني لكم هذه الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية؟ تعني الشيء الكثير، ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الإقليمي والعربي والدولي. يوم 21 فبراير 2012 كان يوما حاسما، تحددت فيه الخطوة الأولى على طريق استعادة الدولة المدنية وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة النظام والقانون والدستور والمواطنة المتساوية. لذلك كان هذا الانتخاب، ويوم 21 فبراير 2012 كان الخطوة الأولى على طريق الحوار الوطني الشامل ومخرجاته والدستور ومسودته الرائعة وتحديد شكل ومحتوى الدولة. هذا هو يوم 21 فبراير. يوم 21 فبراير حدد معالم الدولة والعلاقة بينها وبين المجتمع على المستويين الرأسي والأفقي، حدد دور المواطن ودور مؤسسات الدولة ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشكل الاقتصاد ومحتوى والأمن والتعليم وكل احتياجات الشعب اليمني ومجالات أنشطته. هذا هو الحوار الوطني وهذه مخرجاته، والبداية كانت يوم 21 فبراير، والنكسة كانت يوم 21 سبتمبر 2014 حين انقلب حلف الشيطان على مخرجية الحوار الوطني وعلى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وعلى انتخاب الرئيس وعلى الشرعية، وأوصلوا البلد إلى ما هي فيه من حرب وتطاحن وتدمير في كل أنحاء. مشاهدينا الكرام، نلتقي هنا بجامعة إقليم سبأ الدكتور الأكاديمي عبد الصمدي كي يحدثنا وإياكم مشاهدينا الكرام عن ماذا تعني له الذكرى السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهنئ الجميع بهذه الذكرى الطيبة، ونهنئ إخواننا شباب ثورة فبراير على الذكرى السابعة لثورة فبراير العظيم. بالنسبة لماذا ماذا تعني لنا انتخاب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، أو ماذا تعني الذكرى السابعة هذا الإجراء؟ انتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي يمثل التوافق الوطني على الحفاظ على مكاسب الوطن أولا، ومن ثم السعي حديثا نحو تحقيق الأهداف الرئيسية التي خرج من أجلها ثوار 11 من فبراير، تلك الثورة السلمية التي ما لبث أن سعى العملاء وما سعى المخربون إلى أن يلوثوا يعني أيديها بالدماء ويجعلنا نصل إلى هذا المستوى
الذي وصلنا إليه اليوم إن شاء الله. دكتور عبد الصمد، كونك أحد شباب فبراير، شعوركم وانطباعكم وأنتم اليوم تحتفون بالذكرى السابعة للثورة الشبابية الشعبية؟ تطل علينا هذه الذكرى وكلنا يعلم حال الوطن الذي وصلنا إليه الآن، لكن وصولنا إلى الذكرى السابعة للثورة يجعلنا نؤمن بأن أهدافنا ستتحقق بإذن الله، وإن طال المسير أهدافنا واضحة، رفعناها سلمية وأجبرنا أو أجبر الشباب على أن يدافعوا على أهدافهم التي خرجوا من أجلها، لكن نحن نعتقد أن ثورة فبراير هي ثورة الحق، وحتما سيصل الحق إلى النهاية التي خطط لها والتي سعى لها الجميع بيد الله سبحانه وتعالى.